ترى إنسانا، قد ترى جسد إنسان لكنه يحمل قلب شيطان. يا شيخ اتق الله، اتق الله يا شيخ محمد، تتهم الناس كده اللي تعمل باطل ده؟ يبقى راجل أمامك كده جسم إنسان وما شاء الله أبهة وحاجة آخر شياكة وآخر جمال، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم تقول قلب شيطان. أيوة قلب شيطان. معك دليل؟ طبعا طبعا، كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. هات الدليل. روى البخاري ومسلم، الله أكبر، البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يا له من فقه. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الخير واضح، إنما الشر تعرف عليه حتى لا تقع فيه وأنت لا تدري. فقلت، والقائل حذيفة رضي الله عنه، قلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بهذا الدين، أي بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال الصادق: نعم. قال حذيفة: قلت، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، وفيه دخن. قال حذيفة: قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. خلي بالك، دول كتير جدا دلوقتي، دول مليين الفضائيات إلا من رحم الله. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: قلت، فهل بعد ذلك الخير، أي الذي شابه الدخن، من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. خلي بالك بقى من الرواية في صحيح مسلم، انظر إلى رواية الإمام مسلم، قال: هم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. أعوذ بالله، قلب شيطاني وجسمه إنساني، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. والله اللي هي اللي تقول التوحيد ظلم المرأة، التوحيد ظلم المرأة، ليه هي دكتورة؟ التوحيد ظلم المرأة ليه؟ قالت: لا، حتى كلمة التوحيد ظلم، لا إله إلا هو، ليه ما تبقاش لا إله إلا هي؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. تصور إلى هذا الحد، تصور إلى هذا المستوى من الانحطاط والسفالة، إلى هذا الحد. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. اللي يقول إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. يا خبيث يا مجرم، يا خبيث يا مجرم، تقدح في أم المؤمنين عائشة، العفة، الحصان، الرزان، الطاهرة، باسم الفن وباسم الأدب وباسم الهم وباسم الهم، يطعن في أم المؤمنين باسم الفن وباسم الأدب وباسم قلة الأدب وباسم اللا دين واللا إيمان. وهؤلاء هم من؟ إن مجتمع الصحابة، هكذا قل خبيث، كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات، ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا في المساجد وهم جنب. يا خبيث، يا خبيث يا مجرم، إلى هذا الحد. ده شيء يحرق الدم.
وتقول لك ويقول لك المشايخ ما يجيلهمش ضغط وما يجيلهمش سكر، والله العظيم يبقى شيخ بارد، والله العظيم يبقى شيخ بارد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده لازم يجيلك الضغط ويجيلك السكر ويجيلك كل شيء إذا كنت تحمل قلبا يحترق على هذا الدين وعلى الثوابت والأركان والأصول. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. طب إنك تكتمل الفايدة، حذيفة بيقول له يا رسول الله فماذا أصنع إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.